ايه اللي رجعك بس؟ قولي لي يا حميده، انت كنت بتبعتي فلوس كل شهر لابويا وامي؟ معقوله جاي بدري من شغلك عشان تسالني السؤال ده؟ ارجوك تجاوبيني وبكل صراحه وما تحاوليش تكذبي. اكذب؟ اكذب ليه؟ ده شيء يشرفني. يعني مش انت اللي كنت بتبعتي في البوسطه فلوس كل شهر لابويا وامي؟ انت بتسال السؤال ده ليه؟ هو انت ما بتبعتلهمش؟ لا طبعا انا ببعت لهم، امال يعني حاسبهم كده؟ انا بس كنت فاكر ان انت كمان بتبعتي. بصراحه انا كان نفسي، خصوصا لما رحنا لهم وحسيت ان هم مزنوقين، لكن خفت اجرح مشاعرهم. هارون، انت زودت لهم الفلوس ولا لا؟ اوعى تكون نسيت. ايه مالك؟ انا برضو اللي مالي، يعني ما جاوبتنيش على سؤالي. سعيد بيه عبد الله عايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. اتفضل يا سعيد بيه. صباح الخير يا هارون بيه. اهلا يا سعيد، اتفضل. ايه مالك؟ شكلك مش مبسوط النهارده. لا ابدا ابدا. اؤمر. على طول كده؟ مفيش حتى فنجان قهوة؟ لا لا، أنت مش عاجبني خالص. طيب خلاص، أجي لك بقى مرة تانية. يا سعيد اقعد بس، اقعد اقعد. خير؟ لا مش خير. ايه؟ عندك مشاكل في الشغل؟ لا، مشاكل الشغل انت عارف ممكن تتحل، لكن المشاكل الصعبة هي مشاكل الأولاد. مالهم الأولاد؟ ده مش جوزت ابنك وخلاص خلصت من مشاكله؟ آه، لكن لسه ما خلصتش من مشاكل البنت. مالها بنتك؟ أصل في واحد اتقدم لها وطلب إيدها، لكن طبعا أنا رفضت. إيه حكاية سعيد؟ أنا مش خلاص اتفقنا إن بنتك هياخدها شهاب ابني؟ آه، بس ساعتها سيادتك طلبت مني يعني أطول الفترة شوية وأديك مهلة، والكلام ده فات عليه دلوقتي سنة وأكتر. أنت فتحتها في الموضوع ده؟ أنا لسه ما فتحتهاش، لأني مش مالي إيدي أوي يعني. جرايه يا سعيد، هو كلام عيال. خلاص، ما دمت عند كلمتك يبقى نحدد دلوقتي ميعاد الخطوبة، على الأقل أقدر أفتح البنت وأعرف رأيها. ليه بقى؟ هي ممكن ما توافقش. لا لا، مش قصدي طبعا، علشان بس تاخد فكره وما تتعلقش بحد تاني. طب يا ريت انت كمان بقى تديني كام يوم كده عقبال ما انا فاتح شهاب ابني في الموضوع. لا، خد وقت زي ما انت عايز، بس اهم حاجه نحدد ميعاد الخطوبه دلوقتي. لا لا، النهارده انا دماغي مش رايقه سعيد، انا في كده موضوع شاغلني، بس اوعدك اوعدك ان انا هفضل عند كلمتي. حاج، مش هتتغدى يا حاج؟ يا حاج، عايز ايه يا توحيد؟ مش هتتغدى؟ ده شاب قاعد تحت مستنظرك. معلش تغدوا انتوا، انا ماليش نفس. مالكش نفس؟ ده ايه بقى ده؟ دي هو جرى ايه يعني؟ انا شايفه كده ان من ساعه امبارح وانت متغير. مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي يعني؟ قال على راي المثل، على وشك يبان يا ندغ اللي باين. الدخل بان ايه ووشك ايه؟ اسمعي توحيد، انا مش ناقصك، سيبيني دلوقتي. كده كنت في الحاله دي انت مخبي عني حاجه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين معاك بقى يا ولية، قلت لك سيبيني. حاضر حاضر خلاص. ومش عايز أي مخلوق يخش عليا. طب وشهاب أقول له إيه؟ قولي له اللي تقوليه، بس اعملي زي ما بقولك كده. حاضر يا أخويا، حاضر براحتك. Ha ha ha!
عندك حاجة النهاردة يا مختار أفندي؟ لا، تحت أمرك يا حاج. يعني مستعد تنزل معايا المركز؟ ليه؟ خير يا حاج؟ مشوار كده لحد الشهر العقاري. شهر العقاري؟ نعمل ايه في الشهر العقاري؟ انت عارف يا مختار افندي ان صحتي اليومين دول مش مساعداني. ربنا يقويك يا حاج. وطبعا انت عارف معزتك عندي. ربنا يديم المعروف يا حاج. عشان كده انا ما اقدرش استأمن حد غيرك يا مختار افندي، فقلت اعمل لك توكيل بالبيع. توكيل بالبيع؟ تبيع ايه يا حاج؟ البيت اللي في المنيرة في مصر. بيت هارون بيه؟ ده بيتي انا يا مختار افندي، مش بيت هارون. القصد هو عنده علم بالموضوع ده؟ يا سبحان الله، دلوقتي انا قصدك في خدمة، هتعملها لي ولا مش هتعمل ايه؟ وانا اقدر اتأخر عنك يا حاج. خلاص، انت دلوقتي تروح ها وتفطر في بيتكم، وتفوت عليا في الدار اكون جهزت انا الاوراق، ناخد عربية ونتكل على الله. طيب، مع السلامة دلوقتي. مع السلامة. هقول لك على خبر مش هتصدقيه. خير؟ خبر ايه؟ اختاروا جوز بنتك نائب في البرلمان. الدكتور امجد؟ الدكتور امجد راجل علم محدش حاسس بيه. امال قصدك مين؟ هارون؟ ايوه. هو هارون كان مرشح نفسه في الانتخابات؟ يا ستي ده من العشرة اللي اختاروهم. انا مستغربة قوي، انا مش عارفة هارون ده عايز يعمل ايه ولا ايه ولا ايه بس، وبعدين هيلحق على كل ده ازاي بس؟ على رأيك. مين اللي قالك؟ زعوها دلوقتي في نشرة الاخبار في التلفزيون. وصورته طلعت في التلفزيون؟ هو ده كل اللي همك يا وفية؟ سعدون لازم تتصل بيه وتبارك له. لما تيجي مناسبة واشوفه. ما يصحش، ده مهما كان جوز بنتك. جوز بنتي؟ انا بندم على اليوم اللي حطيت ايدي في ايده واتجوزتها له. الف مبروك يا بيه. الله يبارك فيك يا باشا. الله يبارك فيك يا باشا. متشكر. الف مبروك. متشكر يا سعد الباشا. اهلا. الف مبروك يا هارون بيه. ازيك يا سعيد؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. اتفضل. مضحك انا تعبت بقى. شكرا يا جماعه. شكرا يا جماعه. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. شكرا يا باشا. اتفضل يا سعيد. الو. اهلا يا باشا. الله يبارك فيك يا باشا. متشكر قوي قوي. الله يخليك. الف شكر. مع الف سلام. ها الو. اهلا يا باشا. الله يخليك. ربنا ما يحرمنيش منك. الله يبارك فيك يا باشا. متشكر قوي قوي. مع السلامه يا باشا. شايفين بقى الهوسه اللي انا فيها؟ الناس بتحبك يا هارون بيه. ايوه بس مش كده، انا النهارده ما اشتغلتش بمليه. اتفرج يا سيدي اتفرج. الو. اهلا يا باشا. الله يخليك يا باشا. الله يبارك فيك. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. متشكر قوي قوي يا باشا. مع الف سلامه. عارفين مين ده بقى؟ ده اسماعيل بيه الفيومي. الله، هو انت شويه في البلد يا هارون بيه؟ ده المفروض يعينوك وزير. اه طبعا يا كمال بيه، عندك حق والله. ايه يا جماعه؟ انتوا عايزين تخربوا بيتي ولا ايه؟ وانا هشتغل لنفسي ولا هشتغل للدوله؟ ازاي بقى هارون بيه؟ سيادتك دلوقتي بقيت مسؤول خلاص؟ بيني وبينك ما كانش له لازمه. لا، ده ليها لازمه ونص كمان. ولازمته ايه بقى يا اخويا؟ السلطه برضه كويسه هارون بيه، ولا ايه رايك يا كمال بيه؟ سعيد بيه عنده حق يا هارون بيه، انت دلوقتي عندك السلطه والمال. لا 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 لا، المال الاول وبعدين السلطه. انا لو ما كانش عندي مال ما كانش جات لي السلطه. اه بس مش اي مال يا هارون بيه. الله 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 الله. جرايه يا سعيد، انت هتطق فيها ولا ايه؟ لا ازاي، انت عارف انا اتمنى لك الخير. ازاي يا هارون بيه؟ ايوه فاكره سعيد لما زمان قعدت تقول لي ان انا لازم ارشح نفسي في الانتخابات، وانا اقول لك ملوش لازمه؟ ايه يا سيدي، جت على الطبطاب من غير ما ندفع قرش سائغ ومن غير وجع دماغ. يا
افتكر دلوقتي مفيش حاجه ناقصاك يا مختار افندي، الاوراق كلها معاه. مظبوط يا حاج. عايزك باذن الله بكره بقى تنزل مصر وتشوف لنا سمسار ابن حلال. انت عايز فيه كام يا حاج؟ انت وشطارتك بقى. عموما هاني حالف واجس السوق واشوف المتر هناك وصل كام. اسم الله عليك. بس بقول لك ايه، ايه؟ اوعى هارون ابني يعرف ايها حاجه قبل البيت باذن الله ما يلاقي له مشتري. بس ازاي يا حاج؟ ما هو المشتري ده لازم يعين الاول. اني هقول لك تعمل ايه. انا بقول يعني نستنى لغايه لما شهاب يخلص وياخد البكالوريوس ويمسك البنك. هو شاب ناقصه ايه؟ ما يتجوزه وهو كلها كام شهر ويتخرج. اديك قلتها بنفسك، كلها كام شهر ويتخرج، يبقى مستعجلين ليه؟ طيب والبنت دي اللي كل شويه تقول لي ان في واحد. جرى ايه يا سعيد؟ جرى ايه؟ وانت مالكش كلمه يعني ولا ايه؟ قول لها لا. اما تقول لك كده قول لها انك انت مش موافق من اصله. ايوه طيب افرض بس يعني سالتني عن السبب. قول لها تستنى لغايه لما تخلص، وبعدين يعني هي بنتك خلاص مستعجله على الجواز. لا بس البنت برضه من حقها تحب وتتجوز. عندنا ناس بتحب وتتجوز برضه يا سعيد. حب ايه ومسخره ايه؟ وبعدين يعني هما كل اتنين حبوا بعض. كانوا اتجوزوا. ويا ترى فكرت في موضوع رساله الدكتوراه زي ما فكرت في موضوع رساله الماجستير؟ انا عاوزاك تاخد رساله الدكتوراه زي ما خدت الماجستير بالظبط. بصي بقى، احنا دلوقتي نتكلم في الاهم. وفي اهم من رساله الدكتوراه؟ طبعا في. انت يا انجي، انت عندي اهم حاجه في الدنيا. طب وانا رحت فين؟ انا قاعده جنبك اهو. لا 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 لا، انا عاوزك تبقي معايا على طول. وبعدين تعالي هنا، انت مش وعدتيني ان انا هقابل والدك بعد ما اخد الماجستير؟ طب وانا رجعت في كلامي؟ ما انا لسه عند وعدي. بس انا شايفه ان احنا نستنى شويه. نعم نستنى شويه. ونستنى ليه؟ علشان اخلص دراستي. عارف ليه؟ ليه؟ انا مش عاوزه اخلي البابا اي حاجه. نفرض ان انت رحت اتقدمت له النهارده، عارف هيقولك ايه؟ هيقولك استنى لما بنتي تخلص دراستها. صح؟ عندك حق. طب ومالك زعلان كده ليه؟ ده كلها شهرين ثلاثه واخلص ولا ايه بقى؟ انت مش واثق ان طالبه مجتهده؟ تصور انا مبطلش مذاكره لا ليل ولا نهار. عارف ليه كمان؟ علشان لو جات لك بعثه اسافر معاك وبالمره اكمل دراستي انا كمان هناك. يا ريت يا انجي، يا ريت. وليه لا؟ حتى لو ما جاتلكش البعثه احنا ممكن نسافر ونكمل دراستنا على حسابنا. على حسابنا؟ منين؟ ما انت عارفه البير وغطاه. انت الظاهر ناسي انا بنت مين. قصدك ايه؟ نسافر على حساب والدك؟ وفيها ايه؟ مش انت هتبقى جوز بنته؟ لا يا انجي، انا مش ممكن اوافق على اللي بتقوليه ده. خلاص، ممكن تعتبر الفلوس اللي بابا هيصرفها عليك ديت مجرد سلفه وتبقى تردها له لما ترجع وتخلص دراستك، اذا كنت يعني شايف ان ده هيمس كرامتك. على العموم الموضوع ده نبقى نتكلم فيه بعدين. انجي، انا اللي يهمني كله دلوقتي ان شهرين يعدوا وتنجحي واحس ان حلمي بيتحقق وتبقي موجوده معايا على طول. ويا ترى البيت ده لما مؤاخذه في سكان ولا فاضي من بابه؟ هو فيه سكان بس ما معهمش عقد ايجار. يعني ايه؟ مش فاهم. افهمك، اللي ساكن في البيت ده ابن الحاج صاحب البيت اللي عامل لي توكيل بالبيع. يعني انتوا عايزين تبيعوا البيت بسكانه ولا على الحيطان؟ انا هبيعه لك فاضي. وبعد كده المشتري هو حر، عايز يسكنه يسكنه، عايز يهده يهده. يعني اتكلم مع الزبون على انه لا مؤاخذه فاضي. عليك نور. وبالصلاه على النبي، عايزين فيه كام؟ قول انت. انت لا مؤاخذه قلت لي مساحته قد ايه؟ 600 متر بالتمام والكمال. مفيش حاجه كده هتروح في التنظيم؟ لا 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 لا، الشارع واسع وممكن تعاينه وتشوفه بنفسك. وهجيب له من مليون لمليون ونص. يا راجل، ده المتر في الحته دي ب 4000 جنيه. ربنا يسهل، اهو كله منفعه. بس انا بقى ليا عندك طلب. وانا تحت امرك.
مش عايز الزبون اللي هيشتري البيت يدخل البيت دلوقتي، عايزه يشوفه من بره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حاج. اتفضل. ألف مبروك. ألف مبروك يا حاج. ألف مبروك. هو أنت خلصت؟ أمال إيه؟ وجايب لك معايا فلوس. على بركة الله. البيت اتباع باتنين مليون. السمسار خد 50,000 بالعافية. يبقى الباقي 1,950,000 اهو. لكن قول لي يا مختار افندي، ايه الشارع عمل ايه مع هارون؟ هيبعت له انذار بالاخله بعد ما اخد منا تعهد انه ما يقدرش يرجع عليه بالتعويض. ما انت عارف هارون ما معهوش عقد ايجار، عشان كده مش هيقدر يقول له انا مش خالك. كانت ضربه جامده له قوي يا حاج. الساهل يا مختار افندي هو اللي عمله في ابوه وامه دي شويه، وقال على راي المثل افتكر لك ايه يا بصله وانت كل قطمه بدمعه. ايوه القصد، ربنا يهديه. قول يا مختار افندي، هو الباكو دي فيها قد ايه؟ الباكو دي فيها 10,000 جنيه، انا جبتهم ورق ب100 عشان الشنطه تساع. طب خد دول. اعمل بيهم ايه يا حاج؟ خدهم ليك. هو انت تعبت معانا شويه؟ للتجميلك دي مش هنساها ابدا يا راجل. جمال ايه يا راجل انت؟ شيل فلوسك شيل. يا راجل ريح قلبي. ده ريح قلبي انت وما تطلعنيش الصغير. طب يمين بالله لا انت واخده كده برضه يا هارون، اخص عليك يا ابني كده اتبهدلنا البهدله دي كلها على اخر الزمن يا حبيبي. ليه؟ ليه كده تخلي الغريب يصرف علينا؟ ليه يا هارون؟ ليه يا ابني ترضلنا بكده في شرع مين ده؟ احنا كنا عملنا لك ايه لده كله؟ ها؟ ليه يا ابني تبهدلنا البهدلة دي كلتي؟ هي دي كانت جزتنا منك برضو يا ابني. ما تعيطيش يا توحيدة، دي بعد كده مش هتعيطها ابدا. طول عمرك كنت ست الستات وهتفضلي ست الستات. دموعك دي غالية عندي قوي يا توحيد. هو خد علم باللي انت عملته يا حاج؟ بكرة يعرف لما يستلم الانذار من صاحب البيت الجديد. مش كان واجب برضو ياخد خبر يعني ان انت بعت البيت؟ واجب؟ انه واجب يا توحيد؟ ها؟ انه واجب؟ وش معنى المحروس ابنك معرفش الواجب؟ ولا انت لسه خايفة على زعله؟ ما هو مهما كان ابني برضه يا حاج. وهو محتاج؟ ده يقدر يجيب بدل البيت 10. انا عملت كل ده علشانك يا توحيدي، عايزك تبقي رافع راسك وما تتحوجيش لحد، وحتى بعد ما اموت مش هتتحوجي ولا تمد ايدك لايها مخلوق. إلهي ربنا يخليك لي، إلهي يكبر بخاطرك، إلهي يسترك، يا رب ما تحرم منك أبدا. بقولك إيه، من بكرة بإذن الله تنزلي تشتري الصيغة اللي تعجبك. ألو؟ اهلا يا فندم. ايوه موجود. لحظه يا فندم، لحظه واحده. الهانم يا فندم. ايوه. ايه انذار؟ انذار ايه؟ معقول؟ ايه انت حصل ده؟ اكيد انت عملت حاجه. الحاج مش ممكن يتصرف تصرف زي ده الا اذا كنت انت زعلته. انت زعلت الحاج في حاجه؟ انا عارف بقى يا حميده. يعني ايه بقى مش عارف؟ مش ممكن الحاج يفكر يبيع البيت الا يقولك الاول، انما اللي حصل ده اكيد وراه حاجه. انا ماما ما كنت عند جده وكان قاعد مش طايق حد يكلمه. ما قالكش ايه اللي مضايقه؟ هو كان بيرد على حد اصلا؟ يبقى اكيد الحاج زعلان من حاجه.
افتكر كده يا هارون. انا لا هفتكر ولا هوجع دماغي خالص. انا بكره هنزل ادور على فيلا كبيره ولا شقه وننقل فيها. انا من زمان وبقول ان البيت ده خلاص ما بقاش من مقامنا. طيب ما تكلم الحاج في التليفون علشان نعرف منه هو عمل كده ليه. ايوه يا بابا لازم نعرف. يا اخويا هو حر، هو بيته ولا بيتي. احنا ما قلناش حاجه بس لازم نعرف ايه السبب. انا مش عايز خوت الدماغ في الموضوع ده، قفله عليه بقى. مش جايز يا ماما، جدي كان محتاج فلوس. انا دايما كنت بسال نفسي هما بيصرفوا منين. يا عم اصحى بقى، يصرفوا منين ده ايه؟ انت ما سمعتش سته وهي بتقول ان بابا كل شهر بيبعت لها فلوس؟ مش عارفه بس انا مش مستريحه للموضوع ده. يا اهلا وسهلا. انا مش مصدق عينيا. ازيك يا حاج حامد، وحشتني قوي. ازيك انت يا سعدون بيه؟ الله يخليك، اتفضل ارتاح. والله سلامات. الله يسلمك يا سعدون بيه. يا سيدي الف مبروك. مبروك على ايه؟ على هارون ابنك. بسم الله ما شاء الله بقى نائب في البرلمان، انت ما تعرفش ولا ايه؟ ربنا يصلح حاله. خلينا في المهم. لا لا، مش قبل ما تشرب حاجة الاول. خيرك دايما سابق يا سعدون بيه. بيتك ده بيت الكرم والشهامة طول عمره. يا راجل ما تقولش الكلام ده يا عدو. والله ما كلف خطرك يا راجل. تشرب ايه؟ ما انت عارف اني ماليش مزاج غير كوباية الشاي. كوباية شاي تقيلة ومظبوطة للحاج حامد، وانا اعمل لي قهوة. حاضر. انت عارف انا جاي لك في ايه؟ خير يا حاج؟ بقى يا راجل تعمل فيا الجميل ده كله ولا تقوليش؟ جميل ايه يا حاج حامد؟ مفيش داعي للف ودوران يا راجل يا طيب. كفاية العذاب اللي اتعذبته بعد ما عرفت الحقيقة. احنا طول عمرنا يا اخوان لازم نكون ستر وغطى على بعض. بس كنت تتصور ان دي تبقى اخرتها؟ ومن مين؟ من ابني اللي ماليش في الدنيا غيره. طب لو كان محتاج كنت اقول معاه حق، لكن بعد ربنا ما يكرمه الكرم ده كله يبخل على ابوه وامه بثمن الهدمه واللقمه. وعلى يدك انا سبت له ارضي ومالي. حتى لو ما كنت سبت ارضك ومالك، مفيش ابن يكحد فضل ابوه وامه بالشكل ده. الله يسامحه. معلش يا حاج، نصيبك كده. يعني لولاك كان زمان ابوه وامه. يا راجل ما تتكلمش في الموضوع ده، انا ما عملتش غير الواجب. أنا مش عارف عملت إيه في دنيتي عشان أتعذب العذاب ده كله. لا إله إلا الله. استغفر يا حاج، استغفر. إحنا ما بنحاسبش ربنا، ربنا هو اللي بيحاسبنا. وبعدين يا حاج، أنت ما تعرفش نصيبك عنده قد إيه. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. القصد اني مش عارف ارد جميلك ده ازاي يا سعدون بيه. بانك تنسى الموضوع ده وما تتكلمش فيه خالص يا حاج. انسى جميلك ده ازاي يا سعدون بيه؟ ده اني من ساعتها وربنا بس هو اللي عالم انا عايش ازاي. المهم انت طبعا عرفت انني بعت بيتي اللي في المنيرة. ايوه، حميدة قالت لي وربنا اكرمني وجاب لي فيه قرشين كويسين. عايز تقول ايه يا حاج؟ انا عارف ان كرم اخلاقك هيخليك ما تقبلش ان ارد لك الدين اللي علي. يبقى تريح نفسك وما تتكلمش في الموضوع ده. طب ايه رايك بقى ان هردهولك سواء قبلت او رفضت؟ انا قلت لك ريح نفسك يا حاج حامد.
أني عايزك تقرأ الكلمتين دول. إيه ده يا حاج؟ دول إراطين عندنا في البلد. أنا عارف إنك بعت أرضك كلها وأرض الهانم كمان وقطعت صلتك بالبلد عندنا، علشان كده قلت ربنا يكرمني ويقدرني إن أخلي لك صلة بالبلد بطريقة طيبة. أنا مش فاهم. أنا نويت والنية لله إني أبني فوق الإراطين دول جامع باسمك. أنت بتقول إيه يا حاج؟ جامع باسمي أنا؟ أنا ما استاهلش كل ده. جرى إيه يا سعدون يا أخوي؟ وإحنا هنتحاسب ولا إيه؟ بس أنت بالشكل ده يا حاج حامد بتغرقني بفضلك وكرمك. طول ما فيه ناس زيك الدنيا إن شاء الله هتفضل بخير. إلا ما برتيش يا سميري، ما سمعتش الحكاية والقصيد اللي داير في البلد. الحاج حامد قال بيبني جامع باسم سعدون بيه. مش فاهمة. ولا أنا كمان فاهمة. هو حد فاهم حاجة؟ اللي أفهمه اللي يبني جامع يحط اسمه عليه، إنما يحط اسمه غيره مش ممكن. أبوكي كان بيقول لي زمان إن الحاج حامد ده زي البير اللي ملوش قرار، ما تعرفيش جواه ايه ولا ايه اللي بيدور في دماغه. لكن انا بقى بيتهيأ لي ان سعدون بيه مد فلوس للحاجة حامد عشان يبني له الجامع، ولا يمكن هارون جوز بنته هو اللي دافع. هارون يبني جامع؟ ما افتكرش. امال الحاج حامد جاب الفلوس دي كلها منين؟ بقولك ايه يا سمير، هو مش جوزك صاحب هارون؟ ما تخليه يسأل وشوف الحكاية ايه. واحنا ايه بس اللي يهمنا يا ماما في الموضوع ده؟ لا، من ناحية يهمني انا يهمني، انا لازم اعرف ايه اللي داير في البلد. انا مش مرات العمدة ولا ايه؟ صباح الخير يا هارون بيه. ايه بقى يا سيدي حكاية الجامع دي؟ انت مش عارف ولا ايه؟ الجامع اللي بيبنيه والدك الحاج في البلد باسم سعدون بيه. جامع باسم سعدون بيه؟ ما انت عارف انا ما بروحش البلد كتير وبقالي فتره ما بشوفش الحاج. المهم مين قالك؟ مراتي يا سيدي كانت هناك وبتقول لي ان مفيش سيره في البلد الا سيره الجامع ده، والكل بيسال عن السبب. انا قلت اكلمك يمكن تكون عارف. على العموم انا هعدي عليك بعد يومين، انت ليك عندي مشروع جديد انما ممتاز جدا. لا ما تقلقش طبعا. مع السلامة. مع السلامة. انت جيت يا هارون؟ ايه مالك؟ عندك فكره عن الجامع اللي ابويا بيبنيه في البلد؟ جامع؟ باباك بيبني جامع؟ والله خير ما عمل. ما فكرتش انت بقى تعمل زيه؟ مش ده موضوعنا دلوقتي يا حميده. امال في ايه؟ يا ستي ابويا بيبني جامع في البلد باسم ابوكي. يعني ايه باسم بابا؟ يعني الجامع هيبقى اسمه جامع سعدون. انا مش فاهمة حاجة. ولا انا. يعني عمي الحاج باع البيت علشان يبني جامع باسم بابا؟ برافو عليك يا حميدة، انت دلوقتي نورتيني لحاجة مهمة اوي. ان في علاقة بين بيع البيت والجامع ده، طبعا محدش يعرف العلاقة دي غير عمي الحاج. طب ما تسأله.
مش هيقول لي. ما دام مفيش حد يعرف السبب يبقى هو مش عايز يتكلم. اتفضل الشاي قبل ما يبرد. انا عايز قلبي هو اللي يبرد الاول يا سعدون بيه. بعدين انت اتاخرت كتير في واجبك. تقصد ايه؟ كمان ما انتش عارف اقصد ايه. وانت لو كنت اديت الواجب اللي عليك ما كنتش سالتني السؤال ده. واجبي لمين؟ لوالدك ولوالدتك يا هارون. وايش دخل الكلام ده في موضوع الجامع؟ حلول الكلام ده ما كنتش نلت الشرف والثواب اللي الحاج حامد اكرمني بيهم وغرقني بفضله. ريحني يا سعدون بيه، ريحني ارجوك. انا عايز اعرف ليه ابويا بنى الجامع باسمك؟ انا والدك طول عمرنا اصدقاء وحبايب. قال انت ما بتؤمنش بالصداقة والحب. بس حدون بيه، بس يعني ما تأخذنيش مش للدرجات. لا يا ابني، للدرجات دي واكتر. تظاهر كتر الفلوس عملت غشاوة على عينيك، انما الدنيا لسه بخير. سعدون بيه، انا عايز اسألك سؤال واحد بس، يا ريت يا ريت لو ترد عليا بكل صراحة. انت عارف ان انا طول عمري دغري وما تعودتش اقول غير الصراحة. المهم اني ما جرحش حد بصراحتي دي. احنا بشر، ما حدش فينا معصوم من الخطأ. الكمال لله وحده. سعدون بيه، انت كنت بتبعت فلوس لابويا كل شهر. شرف لا ادعيه، خصوصا في وجودك. ربنا انعم عليك بنعمة المال. ما اظنش انك انت توافق ان اي حد يصرف على والدك والدتك. مش كده ولا ايه يا هارون؟ حاجة تانية عايز اقولها لك. انت دلوقتي غلطت في حقهم. عيب قوي انك تقول الكلام ده في وجودي. الحاج حامد طول عمره راسه مرفوعة وكرامته فوق كل شيء. مش هيجي دلوقتي ويذل نفسه لأي حد. ولا انت يا هارون خلاص ما عدتش عارف ابوك؟ امال مين؟ مين يا سعدون بيه؟ للاسف سؤال اجابته مش عندي. كده؟ طيب انا اسف اذا كنت اخدت من وقتك كتير. انست وشرفت. السلام عليكم. مع السلامه. هو هارون مشي ليه؟ كان مستعجل. كان جاي عايز ايه؟ كان جاي يزورني. وايه اللي فكره بيه دلوقتي؟ كرهي يا وفية، جوز بنتي جاي يزورني. اقول له انت جاي تزورني ليه؟ بابا قال لك ايه؟ ولا حاجه، زي ما رحت زي ما جيت. يعني ايه؟ ما قالكش ليه الحاج بنى الجامع باسمه؟ ابدا، قعد يقول لي في كلام فارغ، اديني محاضره عن الصداقه والحب وما طلعتش منه معاد نافع. اكيد بابا في حاجه مخبيها ومش عايز يقولها. قولي لي، انت سالتي والدتك؟ هو انا مستنياك لما تقولي. عرفتي منها حاجه؟ لا، انا كمان غلبت معاها. عارف يا هارون، انا من رايي تسافر البلد وتقعد مع الحاج وتعرف منه كل حاجه. يعني بعد اللي عمله ده وتقولي لي اسافر له؟ مهما عمل ده ابوك، ولازم تعرف هو ليه زعلان منك. ابويا؟ هو في اب في الدنيا يعمل مع ابنه اللي عمله ابويا؟ عملت ايه؟ مبروك. شفت نتيجتي؟ امال انا بقول مبروك على ايه؟ مبروك علينا احنا الاثنين طبعا. والتقدير؟ انا جيد جدا. طيب وانا؟ وانت يعني اقل مني؟ صحيح يا فايق، انا كمان جيد جدا. بصراحه بقى انا لو منهم كنت اديتك امتياز مع مرتبه الشرف. طبعا يا سيدي، من يشهد للعروس. كلها سنه وبس يا الهام،
لا مش سنة، 10 أشهر وتبقى عروسة بحقه حقيقي. بس يكون في علمك بقى من دلوقتي العروسة لازم تشتغل مع العريس. وانت ناوي تشتغل فين؟ انا ناوي اشتغل في مش عارف. عموما انا ممكن اتوسط لك عند جدي عشان تشتغل معايا في مصنع. طب بقول لك ايه، اذا كانت الحكايه بقى وصلت كده انا كمان ممكن اتوسط لك عند بابا يشغلك معايا في اي مصنع من مصانعه. ايه ده، انت عايز جده يزعل مني؟ انت يعني عايزه بابا يزعل مني؟ طيب انا عندي فكره. ايه رايك نزعلهم هما الاثنين ونروح نشتغل في مكان تاني؟ والله فكره، نزعلهم ونشتغل احنا في اي حته. انت رايحه فين دلوقتي؟ انا هروح اطمن ماما واكلم بابا في التليفون. طب انا عندي فكره احسن، قولي لي الاول انت معاك السواق؟ لا انا جايه لوحدي. حلو قوي، شوفي بقى يا ست، احنا الاول هنروح نطمنهم بالتليفون، بعد كده يا ريت لو نروح نقعد مع بعض في اي مكان شويه نتكلم مع بعض. بس يا ريت نفوت على كليه التجاره عشان نشوف النتيجه بتاعت شهاب، ممكن؟ طبعا ممكن. طب حلو قوي، اتفضلي. استنى انت يا عم ابراهيم، انا اللي هرد. الو، ها يا فايق، عملت ايه؟ الف مبروك يا حبيبي. طب وشهاب نجح؟ الف الف مبروك. يا الحمد لله. قول لي يا حبيبي انت مش جاي؟ طيب مع السلامة. يا الو، هاي حميد. ايه الف مبروك، انا كنت خايف شهاب يعملها السنة دي ويتوب. مبروك عليك يا حميد. لا لا انا يمكن اتأخر شوية. طيب مع السلامة. الو، ايوه يا سعيد، بقول لك ايه، شهاب اخذ البكالوريوس. الله يبارك فيك، خلاص ممكن تحدد ميعاد الخطوبة، ولا اقول لك خليها جواز بالمرة. ايه رايك يا سمير؟ انا نفسي ومنى عيني ان انجي بنتك تاخد واحد من ولاد هارون، ساعتها تبقى اتفتحت لها طاقه القادر. طب ايه رايك بقى انها مش عايزه؟ مش عايزه؟ هو انتوا فتحتوها في الموضوع ده؟ ابوها نفسه يجوزها شهاب ابن هارون، وقال لي ان هارون فتحه في الموضوع ده. الله، طب وترفض ليه؟ حد تجيله جوازها زي دي وما يرضاش؟ عايزه تتجوز واحد تاني. واحد تاني؟ واحد تاني منين دي؟ مؤيد زميلها في الجامعة. طب وابوها قال ايه؟ ابوها لسه ميعرفش هو مين، بس انا لمحت له. وهو غني زي ولاد هارون؟ بتحبه يا ماما. انا ما بسألكيش بتحبه ولا بتكرهه، انا بقولك غني زي ولاد هارون. الفلوس مش كل حاجة يا ماما. يبقى ما حلتوش اللقطة. والله هي حرة، دي حياتها وهي حرة فيها. كده؟ انت عارفة البت دي طالعة خايبة زيك؟ انا برضو اللي خايبة يا ماما، ولا نسيت اللي حصل زمان؟ يا اختي واحنا كنا هنعرف منين ان هارون هيبقى في الاملة دي؟ سميري، اوعي تطوعي بنتك على ملة بختها اللي ابوها يقول عليه هو اللي يمشي ويكون. يعني اكسر قلبها يا ماما؟ الجرح مهما داوي انا معنى صوت نواع، والقلب مهما راضي عارف طريقه الجراح. الجرح مهما داوي انا معنى صوت نواع، والقلب مهما راضي عارف طريقه الجراح. مهما ميلت شمعي في الليل وحيرت دمعي، في العين وملت عليا وظلمت ياما وياما.